السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة روزانا محمد محمد. أنا النهاردة هعلمكم إزاي تكتبوا على الخشب. أول حاجة معانا خشبة وكده حديدة رفيعة، تمام. أول حاجة أنا هعملها إني هحدد الحاجة اللي أنا عايزة أكتبها على الخشبة دي، تمام. هعمل كده وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده أنا عملت تاني حاجة، إني حددت اللي أنا عايزة أكتبه على الخشبة بالقلم الجاف، تمام. بصوا كده اهو، وانا ايه بحفر عليها، شايفين؟ ماشي اهو كده، انا ايدي بتتعز، معلش اهو كده، تمام. هرجع اسخنها عشان هي بتنشف بسرعه، هعملها بقى كلها وارجع لك. وكده بعد ما خلصتها كلها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، تمام، شايفين الحفر. ممكن بقى تديها هدية لأمهاتكم. وبس كده أنا أكون خلصت. يا رب تكونوا استفدتم من هذا الفيديو.